مرحبا بكم بالمحاضرة الأولى Neurophysiology. هاي المحاضرة حنتعرف على Motor Function of the CNS. نقصد بالموتور Functions هي الوظائف الحركية اللي يسويها Central Nervous System، الجهاز العصبي المركزي. شنو وظائف الجهاز؟ شنو اللي يشمل الجهاز العصبي المركزي؟ يشمل البرين والسبينال كورد، الدماغ والحبل الشوكي. الأوبجكتيفز مالتنا حتكون شنو هي الوظائف الحركية مال قشرة الدماغ، حنعرف شنو الوظائف الحركية الخاصة بالسبينال كورد، بعدين حنعرف على البيراميدال والإكسترا بيراميدال باثويز، هي عبارة عن طرق تربط قشرة الدماغ بالسبينال كورد. هذا موضوع مهم جدا. واخر شيء هم موضوع كلش مهم هو السباينال موتور ريفلكسز، نعرف المنعكسات العصبيه اللي تصير على مستوى السباينال كورد. هذا الجزء كلش مهم حتى كلينيكالي. غالبا الاشياء اللي حنحكي عليها هي فولنتري، يعني اراديه تحت سيطره الشخص. مثلا واحد يريد يكتب، واحد يريد يقوم من الكرسي، واحد يريد يقرا، يفتح كتاب، يقفل الباب، هذه كلها حركات إرادية تحت إرادة الشخص. تبدي هذه كفكرة، وين مصدرها؟ تبدي بالسيربرال كورتكس بقشرة الدماغ. تبدي الفكرة وراها هذا الكورتكس قشرة الدماغ حتسوي هاي الحركات، تسوي activation pattern of function، يعني تدز إعازات عصبية لأماكن اللي موجودة جوا القشرة اللي هي lower brain area. فمثلا واحد يريد يسوي فد voluntary movement، حتبدي one signal بقشرة الدماغ بالكورتكس. الكورتكس يدز signal بال lower brain area اللي تشمل لنا spinal cord، تشمل لنا البرين ستيم، تشمل لنا البيزل جنجليا والسيربلم. هذه يسموها lower brain area، هذه تسلم الإعازات من الكورتكس حتى تسوي activate pattern of function، تسوي تحفز فد نمط معين من الوظائف. يعني اكو نمط خاص بالوقفة، اكو نمط خاص بشرب الماء، اكو نمط خاص بقفل الباب، اكو نمط خاص بالمشي. هذه الكورتكس يحفز هذا النمط المخزون باللور برين اريا. هاي اللور برين اريا من تتحفز حدز سيجنال للسبينال كورد اللي يدز للعضلات فتبدي الحركة. فوظائف السي ان اس، الوظائف الحركية ما سي ان اس، هي ثلاثة. اول شيء الموفمنت. الموفمنت انقسمت ثلاثة انواع. النوع الاول هو voluntary movement، يعني حركات ارادية مثل ما قلنا تحت ارادة الشخص. النوع الثاني من الحركات هي reflexes، منعكسات تصير لا ارادية. عادة هاي الحركات اللا ارادية تكون رابد سريعة وستيريوتايب موفمنت، يعني سريعة ومتكررة، زين بطريقة معينة تتكرر دائما بنفس الطريقة. مثلا واحد من يجيب قطنة يخليها قريبة من الكورنيا مال عين، قرنية مال عين، شي يصير عند الشخص؟ يصير عنده بلينكينج، رأسا ترمش عيونه، هذا ريفلكس لا إراديا تصير. أو واحد من يجيب التندن هامر يضرب الني جوينت، اكو ليجامنت يسوي له ستريتشنج، يصير عنده ني جيرك، هذا لا ارادي. هسه هم نجي نحكي عليه بالاخير ضمن فشي يسموه مصل ستريتش ريفلكس، هذا نحكي عليه ان شاء الله. النوع الثالث من الموفمنت هو ريزميك موتور باترن، يعني فد نمط حركه اللي يكون بريذم. مثلا واحد من يعلج، هذا عاده الشخص ما يفكر انه هو يحرك يمنه لو يسرى فتشي، لا هو بس يعلج. او من اتمشى ما افكر لازم اقدم رجلي اليمنى وبعدين اليسرى وهكذا. والركض والمشي كلها يعتبروها ريذميك موفمنت. بعد البوستشر والبالانس، فالوظائف الموفمنت اللي قد تكون فولنتري او ريفلكسز انفولنتري او ريذميك موتور باترن. الوظيفه الثانيه ورا الموفمنت هي البوستشر والبالانس. فالسي ان اس جهاز العصبي المركزي مسؤول عن التوازن والبوستشر مال الجسم. مثلا انا من قاعد هسه على الكرسي، ليش ما اميل لي قدام، اميل لي ورا، اوقع؟ لان سي ان اس يحافظ على البوستشر، على القعده مالتي، ويحافظ على توازني. والكوميونيكيشن التواصل، خصوصا من خلال السبيتش الكلام، اهم طرق من طرق التواصل هو الكلام، يتم من خلال الجهاز العصبي المركزي.
اذا نريد نحكي عن الموتور كورتكس، فالموتور كورتكس هي القشرة الحركية، يعني جزء من قشرة الدماغ اللي مسؤول عن الحركة يسموه موتور كورتكس. هذا الموتور كورتكس وين موجود؟ موجود بالبوستيريور ثيرد اوف ذا فرونتال لوب، قدام انتير تو ذا سنترال سلكس، ضمن شي يسموه البري موتور كورتكس يسموه بري سنترال جيرس. هسه نشوف هاي الصورة، نشوف هذه اللي بالاسود، هذه هسه انا دالونها، هذه تعتبر السنترال سلكس. سلكس يعني اخدود، فد اخدود موجود بالدماغ يقسم البرين من قدام الى فرونتال لوب. هذا اللي هسه دا اشره كله يعتبر فرونتال لوب. زين، هذا كله فرونتال لوب، هذا فرونتال لوب اللي اشرته مكتوب عليه هنا هم فرونتال لوب. هذا الجزء اللي صار قدام السنترال سلكس هو فرونتال لوب. هذا الفرونتال لوب بعدة اماكن، واحدة من الاماكن اللي احنا مهتمين بها هي السنترال اللي هو الموتور كورتكس اللي احنا مهتمين به. الجزء اللي احنا مهتمين هو فرونتال كورتكس. الفرونتال كورتكس هو عبارة عن البوستيريور ثيرد من الفرونتال لوب، يعني هذا الجزء اللي هسه كله دالونه بالاحمر هو هذا نعتبره الموتور كورتكس. زين، يشمل لنا البوستيريور ثيرد اوف ذا فرونتال لوب، البوستيريور ثيرد. زين، في البوستيريور ثيرد من الفرونتال لوب هو موتور كورتكس. هذا الموتور كورتكس له اسم ثاني سموه بري سنترال جايروس، اسمه الثاني جايروس. هاي الاخادي هذا نشوفها الاشياء المرتفعه، هذه يسموها جايرا، هاي جايرا. فهو اسمه الثاني بري سنترال جايروس او الموتور كورتكس. زين، حنشوفه انه هو مقسم الى ثلاث اماكن، وحده باللون الاخضر انا ملونها، والثانيه بالبنفسجي، والثالثه بالجوزي. هاي ثلاث مناطق، اللي بالاخضر حسميها برايمري موتور كورتكس، هذه اللي هي بالاخضر. بعدين قدامها من فوق اللي بالبنفسجي، هذه هي السبلمنتري موتور اريا، صايره قدام البرايمري موتور كورتكس ولاترالي، عفوا ميديالي. بينما الجزء الثالث هو هذا اللي باللون الجوزي اللي هسه اشرت عليه بالاحمر، هذا وين موجود؟ موجود بالقدام البرايمري موتور كورتكس بس انفيريرلي او لاترالي. هذني الاماكن الثلاثه مال الدماغ مال موتور كورتكس، برايمري موتور اللي هو بالاخضر، اللي بالبنفسجي هذا سبلمنتري موتور اريا، واللي بالجوزي هذا بري موتور اريا. هذني المناطق الثلاثه. بعد شنو لازم نعرف؟ نشوف من هاي الصوره انه هذا الجزء ايسر من الدماغ يسيطر على العضلات الموجودة بالجزء الايمن، يعني الايد اليمنى من يسيطر عليها الفص الايسر من الدماغ. زين، فاذا واحد صار عنده جلطة بالفص الايسر يقوم ما يقدر يكتب بايده اليمنى. فعرفنا شنو يعني هو الفرونتال لوب. فالموتور كورتكس هو بالبوستيريور ثيرد، بالثلث الخلفي من الفرونتال لوب، يتقسم الى ثلاث مناطق 3 سب اريا، كل وحده من عندها توبوغرافيكال ريبريزنتيشن اوف مسل جروب. هاي المناطق الثلاثه هي البرايمري موتور كورتكس، البري موتور، والسبلمنتري موتور اريا. اكو فد كلمه قريناها هاي هنا توبوغرافيكال، هغير لونها اسويها بالبرتقالي. هذه توبوغرافيكال ريبريزنتيشن شنو نقصد بيها توبوغرافيكال ريبريزنتيشن؟ هسه نجي عليها. هذا التوبوغرافيكال ريبريزنتيشن نريد نحكي عليه، بمعنى انه شنو؟ انه كل جزء بالجسم، هذه الصورة حلوة، كل جزء بالجسم يسيطر عليه مكان معين بالدماغ. زين، فبالنسبة اذا نحكي احنا عن الموتور، هذا اذا يحكي عن الموتور اريا، شنو اللي نشوفه؟ نشوف انه هذا الجزء
دا الشرايين يسيطر على حركة الرجل. نشوف الفوت الني الهيب، هاي المكان كله يسيطر على شنو؟ على حركة الأطراف السفلى، صاير مكانه superiorly يعني بأعلى الدماغ، بينما بأعلى الكورتكس. بينما الجزء اللي يسيطر على الأبر ليمب هذا اللي أشرته. هغير يعني الجزء اللي يسيطر على الوجه هو هذا، هذا الجزء اللي يسيطر على الرجل صاير لي فوق، هذا الجزء يسيطر على الأبر ليمب، هذا الجزء اللي يسيطر على الوجه. شوف كل جزء من الجسم المكان اللي يسيطر عليه يشغل مساحة معينة. يعني شنو؟ يعني جزء الموتور كورتكس اللي يسيطر على الإيد أكبر من جزء الموتور كورتكس اللي يسيطر على الرجل. ليش؟ لأن الوظائف اللي تسويها الإيد معقدة وكومبلكس أكثر من الوظائف اللي تسويها الرجل. يعني الرجل ممكن بس يمشي، يوقف، يركض، هاي الوظائف مال الرجل. بينما الوظائف مال الإيد يكون ينحت، يعزف موسيقى، يكتب، ممكن يكون يخيط، يطبخ، مختلف الوظائف، أعمال فنية كلها تحتاج إنه الإيد تكون ماهرة، والحركات اللي تسويها الهاند تكون حركات معقدة. لذلك الجزء الدماغ اللي يسيطر على الإيد حجمه أكبر من الجزء اللي يسيطر على اللور ليب. كذلك الفيس والمسل اوف سبيتش، عضلات مال الحكي تكون حجمها كبير، لان يعني عمليه التحدث هي عمليه معقده. تشمل العضلات مال اورال كافيتي تانج، بعد المسلز اللي تسيطر على الفوكال كورد لارنجيال مسل، العضلات مال الحنجره، كل هذه تتعاون بيناتها حتى يطلع صوت وكلمة معينة. لذلك عملية معقدة، فالجزء الدماغ اللي يسيطر عليه معقد. هذا نقصد بيه topographical presentation، يعني كل جزء بالجسم يسيطر عليه جزء معين بالدماغ. وكل ما تكون وظيفة هذا العضو مثل الإيد معقدة، كل ما يكون الجزء اللي يسيطر عليه كبير. نقول presentation بالعكس، يعني lower limb بالرجل اللي فوق، بينما upper limb والface صاير inferiorly بالنسبة للكورتكس. هسه هنجي على أول جزء من أجزاء الموتور كورتكس، ولا primary motor cortex. تذكرون قسمنا إلى primary motor cortex، supplementary motor area، والpremotor area. primary motor cortex هذا اللي لوناه بالأخضر، زي مباشرة صار قدام central sulcus. هذا نفس الشيء، الجزء الأيسر من عنده يسيطر على الجزء الأيمن من الجسم، وبي topographical presentation مثل ما شفنا، اكو مكان بي سيطر على الايد، مكان بي سيطر على الرجل. فهو in the first convolution مال frontal lobe، قلنا باول التفافه من الدماغ مباشره قدام السنترال sulcus، اول جزء بالfrontal lobe قدام السنترال sulcus هو هذا primary motor cortex، مسؤول عن conscious voluntary control of precise skull movement of individual muscle or small group of muscles. شنو معناها؟ معناها اني اذا اريد اسوي حركة ارادية precise and skill movement، حركة ارادية تحتاج الدقة والمهارة، المسؤول عنها هو primary motor cortex. بس الشرط مالته شنو؟ ان يكون individual muscle or small group of muscles، يعني الحركات اللي تحتاج دقة ومهارة لتسويها عضلة واحدة او مجموعة صغيرة من العضلات، مو عضلات هواية. مثلا انا اذا اريد ارسم بالقلم خط، فهي عبارة عن تاسك بسيط، فشي بسيط اسوي، مجرد احرك ايدي بالقلم حيصير خط. بينما انا اذا اريد اكتب صفحة كاملة، فهذه عدة جمل وعدة كلمات وعدة حروف، فايدي حتتحرك بنمط معين مو حركة واحدة، وحستخدم عدة عضلات وبطريقة معقدة. فبهالحالة من اللي يسويها؟ يسويها الأماكن الثانية. بينما البرايمري موتور كورتكس إذا أريد بس أجر خط، إذا أريد بس أدوس دقمة، إذا أريد أشيل فد شغلة نلقع، مو شي معقد، شغل بس حركة بسيطة واحدة دا أسويها، بس هي precise
حركة دقيقة ومهارية بس تسويها عضلة واحدة أو مجموعة عضلات، مو عضلات هواية. هسه بالسبليمنتر والبريموتر لا، تصير مجموعة عضلات هواية وبطريقة معينة. الاكستريميتي اوف ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي ار ريبريزنتد ان ذا بري سنترال جايروس، هو اسمه الثاني بري سنترال جايروس. قلنا الجزء الايسر من الدماغ يسيطر على الجزء الايمن من الجسم. الفيت الرجل تكون ات ذا توب مثل ما قلنا سوبيريور، بينما الفيس والرجل تكون بوتوم انفيريرلي. بيها توبوغرافيكال ريبريزنتيشن، يعني حجم التمثيل بالقشره مال الدماغ لكل جزء من اجزاء الجسم يعتمد على الوظيفه اللي هذا الجزء يسويها. كل ما تكون الوظيفة معقدة وتحتاج مهارة، كل ما يكون جزء الدماغ اللي سيطر عليه كبير. مثلا اذا نقول انه تقريبا نص الدماغ مسؤول على control of speech and hand movement، نص الدماغ مسؤول على الحركة مال الايد والسبيتش، لان هذه عمليات معقدة، لذلك ايش تحتاج؟ جزء اللي سيطر عليها يكون كلش كبير. المنطقة الثانية اللي نحكي عليها هي supplementary motor area. هاي المنطقة موجودة قدام primary motor area. شوف وين مكانها. It's anterior to the primary motor cortex on the medial surface. صار على الميديال سيرفس مال frontal lobe anterior to the primary motor cortex. فأول شيء ورا central sulcus، أول شيء ورا central sulcus هو primary motor cortex. بعدين قدامه ميديالي هي supplementary motor area، قدام primary motor cortex laterally هو pre motor area. supplementary motor area شنو وظيفتها؟ global mental planning of complex motor sequences، يعني هي مسؤولة عن شلون تخطط الحركات المعقدة اللي عبارة عن مجموعة حركات مو حركة بسيطة. مثل قلنا اريد اكتب صفحة كاملة، فهذه مجموعة حركات معقدة. التخطيط البلانينج مالتها، التخطيط مالتها وين يصير؟ بالسبليمنتري موتور اريا، دزها للبري موتور اريا. فالبري موتور اريا تستلم بلان من السبليمنتري موتور اريا، وراها دز تحفيز وإعازات حتى تبدي تصير هاي الحركات المعقدة. دز لور برين اريا ودز بعدين وين؟ للمسل. فالبري موتور اريا وين موجوده؟ موجوده انتيرير للبرايمري موتور كورتكس، قلنا قدامها بس وين؟ لاترالي اون ذا لاترال سايد، بينما السبلمنتري لا ميديال. وين مكانها همين؟ تكون جوا السبلمنتري، لاترال تو ات اور انفيريرلي. النيرف سيجنال اللي تصير بالبري موتور اريا تسوي باترن اوف موفمنت، يعني نمط من الحركات، مو حركة واحدة precise and skill. الـ primary motor cortex يسوي حركة precise and skill لعضلة واحدة أو عدد قليل من العضلات، بينما هنا لا، تسوي نمط حركة sequence of movement، سلسلة حركات. مثلا إذا واحد يريد يسوي حركة يحرك بيها shoulder، position the shoulder، يغير مكان shoulder والآن بحيث انه الهاند باتجاه معين، فكل هاي العضلات حتى هاي الحركات حتى تصير بتنسيق وبتسلسل معين تحتاج البريموتور اريا. البريموتور كورتكس او بريموتور اريا تتقسم الى اربع مناطق اساسيه. اول منطقه هي البروكاس اريا فور سبيتش، هذا المكان اللي يصير بيه الكلام، الجزء من الدماغ اللي تتكون عند الكلمات هو بروكاس اريا، موجود بالبريموتور اريا. الجزء الثاني بالبريموتور اريا هو فالنتري اي موفمنت اريا، مسؤول عن حركة العين. هم مكانه وين؟ بالبريموتور فوق البروكاس اريا، مباشرة فوق البروكاس اريا، immediately above بروكاس اريا بالبريموتور كورتكس. اذا واحد صار عنده ليجن ضربت هاي المنطقة بالبريموتور كورتكس، الشخص يقوم ما يقدر يحرك عينه باتجاه الأجسام المختلفة، ما يسيطر على حركة عينه بشكل دقيق إذا انضرب الفالنتري اي موفمنت اريا. المنطقة الثالثة هيد روتيشن اريا، هاي المنطقة كلش قريبة وإلها علاقة بالفالنتري اي موفمنت اريا، لأن عادة الشخص من يحرك راسه عينه تتحرك أوتوماتيكيا.
لذلك وحدة لها علاقة بالثانية، لذلك ترسم وحدة بصف الثانية. هاند سكلز اريا هي المنطقة الرابعة مسؤولة عن الحركات اللي تصير بالإيد، اللي هي حركات شوية معقدة. هذه صايرة مباشرة قدام البرايمري موتور كورتكس وفوق بقية المناطق. أعلى وحدة هي الهاند سكل اريا، بعدين جواها الاي موفمنت والهيد روتيشن، واللي جوا البروكاس. زين، ضمن البريموتور اريا، فمن مكانها immediately anterior to the primary motor cortex، مسؤولة عن حركة الإيد والأصابع. إذا صار بيها damage، انضربت هذه المنطقة، حركات الإيد صير uncoordinated and non-purposeful، صير غير متناسقة وبدون غاية وهدف معين، حركات صير مخربطة، لأن هاي الحركات معقدة حتى تصير بسيكونس صحيح ومرتب، تحتاج إنه أكو منطقة خاصة بيها بالبريموتور كورتكس اسمها هاند سكلز اريا. نشوف انه الهاند سكلز اريا هي هاي المنطقه اللي بالبرتقالي، صار مباشره وين؟ قدام البرايمري موتور كورتكس مباشره. لي جوا موجود الهيد روتيشن والاي موفمنت، واخر شيء لي جوا البروكاس اريا، المكان اللي يصير بيه الكلمات، وورد فورميشن اريا. شوف هاي الصوره، واحد دا يعزف على البيانو، فهي عمليه معقده، sequence of movement. من اللي يتحكم بي؟ supplementary motor area والpremotor area. supplementary area تسوي الخطة، تدزها للpremotor، premotor تبدي بالتنفيذ. هذا واحد دا يدوس على دقمة بسيطة، ما يحتاج لها اي sequence، مجرد يضغط بايده الدقمة تنداس، فهي simple skull movement، بس سويها عضلة واحدة. هاي المكوة عادة واحد اذا بس يريد يحرك المكوة لي قدام او لي ورا، فبس يحرك لي قدام او لي ورا، فهاي تصير وظيفة البرايمري موتور كورتكس. بينما اذا يصير سيكونس اوف موفمنت، بالواحد اللي خبير بالكوي يقوم يحركها كأنما سيكونس، اول شيء يكوي من قدام، بعدين الردام، بعدين الياخة، فتكون بطريقة سيكونس ومنظمة. زين، شلون تنتقل السيجنال للإعازات العصبية من قشرة الدماغ إلى سباينال كورد؟ أكو تراكت يسموها بيراميدال أند إكسترا بيراميدال سيستم، طريقين. البيراميدال سيستم تعتبر فالطرق مباشرة للتواصل بين قشرة الدماغ وبين السباينال كورد مباشرة. زين، أكو طرق غير مباشرة يسموها الإكسترا بيراميدال سيستم. هسا نجي نفهم شنو يعني. فالموتور سيجنالز الإعازات الحركية تنتقل من القشرة للسبينال كورد من خلال تراكت، هذا يسموه كورتيكو سبينال تراكت، هو دايركت تراكت مباشرة من القشرة للسبينال كورد، هو دايركت تراكت اسمه كورتيكو سبينال، كورتيكس تو سباين، كورتيكو سبينال من القشرة للسبينال كورد، لذلك اسمه كورتيكو سبينال، أو يكون اندايركتلي بصورة غير مباشرة من خلال اكسسوري باثوي، من خلال طرق بديله، ممكن عن طريق البيزال جنجليا، ممكن عن طريق السربلام، هذه كلها هي اندايركت باثوي، او ممكن من البرين ستيم، كل هذه انطر اندايركت باثوي، طرق غير مباشره يسموها اكسترا بيراميدال سيستم. نشوف هاي الصوره تحكي لنا على تقسيم النيورونز، الاعصاب الحركيه شلون تنقسم. تنقسم الى ابر موتور نيورون هذا، ولور موتور نيورون هذا الجو. شوف انا راسم بالاحمر هم اشكد عليه خط يقسم الى جزء اللي فوقه يسموه upper motor neuron، الجزء اللي صار فوق هذا الخط الاحمر هذا هو يعتبر upper motor neuron، الجزء اللي جوه طالع من الاسبانال كورد راح للعضلة يسموه lower motor neuron. فاي nerve fiber ينقل اعازات خاصة بالحركة فوق الاسبانال كورد نسميه upper motor neuron، اذا ينقل من الاسبانال كورد للعضلة نسميه lower motor neuron. نشوف حركة الاعازة العصبية تبدي من قشرة الدماغ توصل هاي المنطقة اسمها internal capsule، تنزل بيها بعدين تعبر بالبرين ستيم، من توصل بالمدلة تعبر الاتجاه المعاكس وتنزل. بس شوفوا هاي الفكرة، هسه نحكي عليها بتعمق اكثر. الهاي موتور كنترول سيستم، هذه سيستم مكون من ثلاث مناطق تشمل لنا البيراميدال اللي قلنا هذا دايركت باثوي من الكورتكس لل
للسبانال كورد اسمه الثاني كورتيكو سبانال، والاكسترا بيراميدال سيستم هذا اندايركت يعبر مثلا من الدماغ بعدين من الكورتكس يروح للنيوكلياي بعدين تروح للسيربيلم بعدين يروح على غير مثلا للبيزل جنجليا بعدين تنزل سبانال كورد، فيكون اندايركت مو طريق مباشر. والسيربيلم المخيخ فبيراميدال والاكسترا بيراميدال والسيربيلم هذه يسموها هي الموتور كنترول سيستم. عادة كل الوظائف الحركية اللي تصير بالعضلات بالجسم سواء من برين ستيم او تطلع النيرف من البرين ستيم او من السبانال كورد اللي تروح للعضلات فهي مسؤولة عنها هاي ثلاث سيستمات. وجدير بالذكر انه البيراميدال والاكسترا بيراميدال سيستم هي ابر موتور نيورون مثل ما شفنا هنا، اثنيناتهم البيراميدال سيستم والاكسترا بيراميدال سيستم صايرة فوق السبينال كورد لذلك يسموها ابر موتور نيورون. حنحكي على اول تراكت هو الكورتيكو سبينال تراكت. هذا التراكت هو مباشر من الكورتكس للسبينال كورد فهو دايركت باثوي. اسمه الثاني بيراميدال. زين من يطلع؟ خلينا نجيب الصوره حتى نشوف من يطلع. شوفوا هاي الصوره، هذا اللي بالاحمر هذه نيرف فايبر تتجمع من قشرة الدماغ. زين كل وحدة تجي نيرف فايبر من قشرة الدماغ، هاي النيرف فايبر تنقل عازل خاص بالحركة. تقريبا 30% من الكورتيكوسبانال تراكت يطلع من البرايمري موتور كورتكس، 30% من عنده، 30% الثانية يطلع من السبليمنتري والبري موتور اريا، و40% يطلع من السوماتوسنسوري اريا يعني الجزء الخاص بالسنسيشن. فالسنسيشن هو له دور، قشرة اللي مسؤولة عن الاحساس لها دور بالحركة كذلك. الحركة هي مكملة للسنسيشن حتى تكون واضحة. بعدين مو تتجمع النيرف فايبر من البرايمري موتور وتتجمع من السبليمنتري ومن البري موتور، تنزل في ستراكشر اسمه انترنال كبسول. هذا شكله اللي هو مكبر يعني بشكل حرف اصغر، هي هذه الانترنال كبسول. هاي الانترنال كبسول تعبر بيها الموتور فايبر الالياف العصبيه الخاصه بنقل الايعاز الحركي، تعبر كلها بهالمكان. زين ونشوف مقسمه الى مكان واحد هنا مكتوب ليك ترانك ارم فيس. هذه قسم مثل الكورتكس، تذكرون قلنا الكورتكس مقسم حسب الاماكن اللي يسيطر عليها، هنا هم مقسم. وكل ما تكون وظيفة الجزء معقدة مثل الايد وظيفتها معقدة فعدد النير فايبر اللي تعبر بالموتور كورت بالانترنال كبسول يكون كبير. فمساحة الانترنال كبسول اللي يعبر بها مثلا النيرف الموتور نيرف مال ايد كبيرة بينما مال لور لمب تكون صغيرة. ورا ما نزلت من الانترنال كبسول وين حتروح؟ تنزل الى تنزل بالبرين ستيم هنا، هذه برين ستيم، الى ان توصل بالمدله. هاي بالبرتقالي هاي يسموها مدله اوبلونغاتي. هاي المدله اوبلونغاتي ينزل بيها الكورتيكوسبانال تراكت، تكون لنا فشي يسموه البيراميد. البيراميد هي كونتها منو؟ الكورتيكوسبانال تراكت، شكلها يشبه الهرم. نشوف هاي المدلري بيراميد، هاي رسمه بالجوازي، يعبر بيها الكورتيكوسبانال تراكت. هاي الكورتيكوسبانال تراكت حنقسمها الى جزئين، 80% من عده الكورتيكوسبانال تراكت will cross to the opposite side، حتعبر للجهه المقابله اللي هنا، هذا اللون الاخضر راح للجهه المقابله واللون الاخضر من هالجهه راح للجهه المعاكسه. 80% هاي 80% اللي عبرت حنسميها اللاترال كورتيكوسبانال تراكت، لان عبرت حتمشي بالسبانال كورد لاترالي فنسميها لاترال سبانال لاترال كورتيكوسبانال تراكت. 20% اللي باللون الازرق هذه تبقى ما تعبر للاوبوزيت سايد، سميها فنترال كورتيكوسبانال تراكت، تبقى بنفس الجهه. بينما 80% عبرت للاوبوزيت سايد سميناها لاترال كورتيكوسبانال تراكت. اللاترال كورتيكوسبانال تراكت مسؤوله عن حركه العضلات بالديستال ليمب، حركه الايد، حركه الاصابع، الالبو جوينت، هذه من يحركها؟ اللاترال كورتيكوسبانال تراكت. بينما حركه الترانك والشولدر جيردل البروكسيمال الهيب
من مسؤول عنها الفنترال كورتيكو سبانال تراكت. واضح هسه نجي نشوف هذا الحكي. يقول الكورتيكو سبانال تراكت من تطلع 30% من عندها من البرايمري موتور كورتكس، 30% من البري موتور والسبلمنتري، و40% من السوماتو سنسري اريا. السوماتو سنسري اريا صايره مباشره بوستيرير تو سنترال سالكس، يعني قدام السنترال سالكس هو الموتور كورتكس، بوستيرير للسنترال سالكس هو السوماتو سنسري اريا اللي 40% من النيرف فايبر مال كورتيكوس بانال تراكت تطلع من عليه. ولا ما تطلع من الكورتكس افتر ليفينج ذا كورتكس تروح الانترنال كبسول وبعدين تنزل بالبرينستيم مثل ما شفنا بالصوره وتكون لنا ستراكشر اسمه البيراميد يشبه الهرم موجود بالمدله. وين البيراميد؟ هذا، هذه هي البيراميد مرسومه هنا البيراميد. خليني اشوخها حتى تكون اوضح عندكم. هاي بالبرتقالي شكلها الهرمي مأشرين عليه، هي هاي البيراميد تنزل بيها النيرف فايبر. Majority of pyramidal fiber 80% حتعبر بالمدلة to the opposite side للاتجاه المعاكس وتنزل يسموها lateral corticospinal tract. هذه lateral corticospinal tract بالنهاية تنزل للspinal cord يصير بها termination، يعني تنتهي بنيرف ثاني، تتواصل تتصل بنيرف ثاني. هذا النيرف لو يكون excitatory لو يكون inhibitory، لو يكون نيرف محفز او نيرف مثبط. فلو يكون نيرف اكسايتاتري او انهبيتري، اكسايتاتري يعني محفز بحيث هذا النيرف يحفز العضله يخليها العضله تتقلص، او يكون انهبيتري يمنع تقلص العضله يسموها انتر نيورونز. هاي النيورونات الصغيره يسموها انتر نيورونز. عاده البيراميدال 80% من البيراميدال اللي عبرت للاوبوزيت سايد سميناها لاترال كورتيكوسبينال تراكت مسؤوله عن الديستال نيب مسل، السكل موفمنت مال هاند مال فينجر كلها مسؤوله عنها اللاترال كورتيكوسبينال تراكت. بينما 20% اللي بقت دو نوت كوس ذا اوبوزيت سايد، ما تعبر للجهه المقابله وتبقى تنزل ابسيلاترالي بنفس الجهه، يعني اليمين تبقى يمين واليسار تبقى يسار. سوينا ستراكشر اسمه فنترال كورتيكوسبينال تراكت. كل هاي الفايبرز مسؤوله عن حركه الاكزيال اند بروكسيمال ليمب مسل، يعني حركات الاكزيال العضلات المحوريه اللي صايره بالركبه، اللي صايره بالظهر، بالحوض، بالكتف، هاي يسموها اكزيال اند بروكسيمال ليمب مسل تسوي كونتراكشن. النيوروترانسميتر، النيوروترانسميتر هي عباره عن نواقل عصبيه، مواد كيميائيه تنقل الايعاز من نيرف النيرف. شنو اسمائها بالبيراميدال سيستم؟ يسموها جلوتاميت اند اسبارتيت. هاي هي النيورو ترانسميتر بالبيراميدال سيستم. هذا تدريب بسيط عن الحكينا. يا جزء من الموتور كورتكس مسؤول عن الديسكريت موفمنت هو البرايمري موتور كورتكس، مثل قلنا واحد اذا يريد يرسم خط بالقلم فالبرايمري موتور كورتكس هو وظيفته. اذا مريض عنده جلطه وعنده صعوبه بالكلام، وين المشكلة؟ قلنا اكو منطقة بالبريموتور اريا اسمها بروكاز اريا، هاي مسؤولة عن الكلام. فالشخص اللي عنده جلطة وما يقدر يحكي معناها هاي المنطقة مضروبة، معناها الليجن بالبريموتور كورتكس خصوصا بروكاز اريا. مريض عنده فد ليجن، فد مرض بالجزء الايسر من قشرة الدماغ، نتوقع وين يصير عنده ضعف بالعضلات؟ بالجهة اليمنى لو بالجهة اليسرى لو بالجهتين؟ قلنا ان الجزء الايمن من الدماغ يسيطر على الجزء الايسر من الجسم، فلذلك بما انه عنده بالجزء الايسر من الدماغ يعني الرايت سايد اوف ذا بادي هو اللي حيصير عنده بي ويكنس. بعد الهاي موتور كنترول سيستم قلنا هذه اللي تسيطر على الحركات اللي يسويها العضلات بالجسم هي ثلاث سيستمات، البيراميدال والاكسترا بيراميدال والسربلم. فالخيارات ثلاثتهم صحيحه، اكو خيار ناقص المفروض اضيفه ان شاء الله. ونلتقي بكم بالبارت الثاني وكل التوفيق.